مين معانا يا نهى؟ يا رجب مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا فندم؟ انا الحمد لله بخير يا فندم. تحياتي ليكي وللبرنامج، وتحياتي للدكتور وجميع العاملين بالقناه. بشكرك يا فندم جدا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. الدكتور معاك. اتفضل يا دكتور. عايز اسالك سؤال بس، بالنسبه انتشرت في الايام دي البرشام الفيجه والبرشام الصيني وما عارفش ايه، تنصح مريض القلب وغير مريض القلب وبتوع ضغط الدم؟ لان راح ناس ضحايا كتير بسبب البراشيم المنشطه للجنس، اللي عنده قلب ما يعرفش واللي عنده قلب بياخد، وجماعه بتعرف الضغط. انا من ضمن واحد بستعملها، ما اكذبش عليك، برضو بترفع ضغط الدم معايا لدرجه ما تصور. شوف ليله كنت حموت، والحمد لله ربنا كرمني وبعت. فانتشرت الحاجه دي، ليه ما تبقاش على روشته وتنصح المريض بيه؟ والنبي يا دكتور يا شيخ. نشكرك جدا يا استاذ ركب، وده سؤال مهم جدا. هنجاوب على السؤال ده بعد بس نكمل فعلا هنجاوب عليه. نجاوب عليه. احنا في نوعين من المنشطات كمان عاوزين نتكلم عليهم يا دكتور، مهمين قوي. عايز ارجع بقى لسؤال دكتور مجدي واستاذ مجدي، لان هو سؤال مهم جدا. المنشطات المنشطات، مش عايز اتكلم على الستيرويدز او المنشطات الرياضيه، خلينا نتكلم عن المنشطات اللي الرجاله بيستخدموها بشكل عام، وعشان تحسن لهم الحاله الجنسيه، وفي الاخر ممكن تسبب لهم ازمه قلبيه. حضرتك تحذر من ايه، او تقول لي ايه، او تنصح للناس بايه؟ ده انت بتتكلمي على حالات بنشوفها كل يوم. للاسف انها شائعه جدا. شائعه لان الثمن بتاعها رخص جدا، وبقت متوفره جدا. متوفره جدا، والشباب بيستخدموها دلوقتي. هي عيبها الاتي، لان الحبه ديت، او هي الناس عارفاها طبعا، الحبه الزرقاء معروفه. دي بتعمل توسيع، لان بتطلع ماده اسمها نيتريك اوكسايد، دي بتوسع شرايين الجسم كلها من اول العين لغايه مشط الرجل تحت. كويس. وحتى المريض بيجي له صداع، وبيجي له وشه كله بيبقى احمر جدا، وعينيه حمراء، وودانه حمراء، بيبقى كله جسمه في فاز دلاتيشن، يعني تمدد طيب. وساعات على فكره التمدد ده بيحصل في الشبكيه، بيؤدي للعمى. يا نهار ابيض. للقلب بقى، نركز على القلب. طيب، لو هو حصل توسيع لشرايين القلب من الدواء دوت، اللي هو طبعا بيحصل بعد نص ساعة من ياخد القرص، مع المجهود اللي هو هيعمله والانفعال، الشريان ده في حتة ضيقة بنسبة 70%. طيب هيحصل ايه لما الشريان يوسع قبل الضيق وبعد الضيق؟ هيحصل جريدينت. يعني ايه جريدينت؟ يعني فرق في الضغوط بين قبل الشريان وبعد الشريان، يعني الضيق هيزيد طبعا، لان انت وسعتي قبل الشريان وبعد الشريان، لكن الحتة الضيقة مش هتوسع لان الدواء مش هيشتغل عليها. فالعيان بيجي له سكته قلبيه في الحته ديت، موت مفاجئ من الحكايه دي. طيب، ده بالنسبه للناس اللي عندهم اصلا انسداد. هو مش عارف. هو مش عارف.